فريقه صمد ل 77 دقيقة فقط قبل أن تهز شباكه، قبل أن تشق كرة أخرى لفريق مدير الجزاء. الهدف الثاني لمولية الجزائر، إيسو جوزيف. الوداد لم يستميت لأكثر من 80 دقيقة، هدف ثاني، هدفان في ظرف 5 دقائق. المولودية تبدع وتتألق بفرصة وبلقطة ملعوبة بشكل ممتاز، بطريقة فنية رائعة، بقدم المبدع مرسلي، ثم في المرة الأولى زايدي، وفي المرة الثانية جوزيف. لاحظ الإبداع، فريوي ثم يتصدى لها علوي في المرة الأولى، ثم